محسن الشريف يشن في حملة عليك ضدك؟ يشن في حملة؟ أي أي عليه هو ليه بقوة البر؟ أي ليه ثم حملة ثم حملة ضدك يقول أنك أهنته، أنك ظلمته، أنك اعتديت عليه في الحصة هذه. سلم عليه في البرنامج هذا، سلم عليه يسمع فيك مش سلم عليه وهو يتفرج فيا. ولو كان يزيد يحذر راني باش نهينه أكثر من ذلك بكثير. علاش؟ لأنه يستحق الإهانة هذا الرجل اللي معناتها ولا اللي جيت صورتك باش تعتذر له ولا حاجه؟ لا اعتذر لي هكا نعتذر؟ لا لا كلام على على كلام معين يلزم هو يقف يعتذر لأطفال غزة، يلزم يعتذر للثورة الفلسطينية. فلسطين احنا في دمنا وفي لحمنا، هذا 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 مش كلام لا بيع فيه ولا شراء. بيه بيه وباقي حلفي فمه يتكلم وهو يتحداك. هو قدم اكثر من هكا، اكثر من هكا. سامحني تعرفش قال هو اكثر من هكا؟ قال انا لحلحت به باش دبر لي حفلات، قلت له بلاي دبر لي حفلات في اسرائيل. هذه حاجات من المضحكات المبكيات. قال انت في الكواليس ونجم نرفع به قضيه، كان كواليس يزوي عنده ما يثبت ذلك قدام القاضي، نرفع به قضيه ونحبسه. ولذا ما عليه الا ان يحشم على روحه شويه شيب العيب. باهي اليوم هو محسن شريف قدم قائمه، قائمه باسامي. قدم قائمه سامحني على سروفا جنرال سامحني عاد قدم قائمه. علاش تميع في في الموضوع؟ تميع شو قائمه؟ استنى يا سيد مقدير. باهي هو قدم قائمة ذكر فيها أسامي نتاع فنانين توانسة قاعدين يغنيوا في إسرائيل بايس بالاسم. علاش يقول لك أنا مشيت كبش فداء؟ علاش مقداد سامحني، علاش مقداد ما عاقبني كان أنا؟ خاطر هو رئيس القائم وهو الجيت، هو اللي قال يحيى كذا كذا، هو اللي قالها. مال ما ناخذ رأس الحربة ساعة، رأس الشجرة متعفن، فما بالك بالجذوع؟ هات نبداو به هو ساعة اللي هو باقي مازال يمشي توا من بلاتو لبلاتو يتكلم تو هذا مستوى نقيب، هذا كلام توا.